وقول لي بقى موضوع الكورة جه في دماغك ازاي؟ لما بدأت الكورة كنت في التمرين، انا ما كنتش نازل العب، كنت قاعد على الصورة اتفرج عليهم. فالكابتن خلو شافني لقيني قاعد اعيط، قال لي بتعيط ليه؟ قلت له عشان شايف زمايلي بيلعبهم وانا ما بلعبش. قال لي انزل لعبت عادي معايا تقسيمي، قمت خلصني روحت عادي. قلت لابويا انا دخلت اكاديمية المحترفين، قال لي ماشي ماشي اعمل اللي انت عايزه. بعدها بقى رحت ابويا جه للكابتن قال له شايف كام؟ قال له مش عايز حاجه، المهم بس ويتعلم معانا. يعني انت كنت بتتفرج على اصحابك. طب وانت عيطت ليه اساسا؟ ده انت ما شاء الله يعني احسن منه. هو احساسي كده هو. احساسك انت راجل جامد ولا ايه؟ وبعد ما كابتن خلو بقى جالك قال لك تنزل تلعب معاهم، احنا لازم نشكر الكابتن خلو. اسمه ايه؟ اسمه كابتن ابراهيم بلم، بشكره. هو زمان قاعد دلوقتي بيتفرج عليا في مركز شباب نواصل البحر. انت احنا بلديات، احنا رجاله جامدين جدا، مش كده ولا ايه؟ ولا انا طبعا لازم اشكر طبعا الكابتن ابراهيم طبعا. حاجه جميله جدا ان هو خد باله، ان هو كمان يعني ادالك فرصه انت تلعب كوره معاهم ونزلت بقى التمرين. يعني انت بدات معاهم تتمرن بقى معاهم. وخدت عليهم وهم خدوا عليا، وتعرفنا على بعض يعني، وقعدنا نتكلم كده وكده، وقعدنا نسال بعض على مواعيد، ومش الامر عادي يعني. بتتمرن بقى ازاي معاهم؟ احكي لي بقى، عشان احنا هنعرض دلوقتي فيديو لحضراتكم ومحمد حسن بيتمرن، بس هو يقول لي الاول بس يعني بتتمرن ازاي معاهم قبل ما نشوف الفيديو. وهم خلاص اهو برجاوي عرض الفيديو بتاعك اهو، ما شاء الله ده انت بتجري اسرع مني يا محمد اساسا. تقول لي كنت واقف بعيط، يا راجل ده كلام اهو. ده انت بتعمل تمرين زجزاج وجانبي وراني وبظهرك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك، وكمان نطيت حواجز كمان. ده انت نطيت حواجز احسن مني، انا ما كنت بلعب كوره ما كنتش بعرف انط حواجز كده يا محمد. انت بصراحه يعني كويس ان انت ما لحقتنيش وانا بلعب، كنت زمانك غطيت علينا كلنا. كل دي يعني بفضل الكابتن صديق هو اللي صور الفيديو ده. هو صديق؟ لا ولا تجيب اسمه اساسا صديق ولا تجيب اسمه، احنا مغصمينه صديق. طبعا صديق ده عسل، صديق ده يعني يا جماعه ولد كده بيخدم، هو بيحب يخدم الناس في البلد يعني. طب انت نط الحواجز ده حد قال لك نطه كده ولا انت نطيته كده من لا نفسك؟ لا انا بعمل حواجز كده عشان يعني بتخليني عندي مرونه اكتر. عندك مرونه؟ لا انا قصدي يا محمد يعني ممكن ترجع سنه برجاوي لنط الحواجز بعد اذنك لو في مساحه عندك. ايوه اوكي. لا يعني في مدرب قال لك هتنط الحواجز كده ولا انت قلت له انا ممكن انط الحواجز كده؟ انا سالت الكابتن ابراهيم بلم قلت له ينفع نط الحواجز؟ قال لي براحتك. قال لي براحتك. تاني ده عامل تامين عادي. كابتن خلو بقى اتفاجئ قال لي انت عملتها ازاي؟ طبعا قلت له يعني لو لاحظته يعني انا وقعت الكنز الاخير. انت وقعت الكنز بقى؟ وقعت الكنز الاخير ليه بقى؟ قول لي. دي عشان كان في واحد صاحبي معاه في التمرين. تمام. كان مطلع العصايه اوكي بره الكنز. تمام. فكان الكنز مضيق. يعني هو مش غلطتك. ماشي، بس انت شكلك تعبت يا محمد فبتورط. صح، كنت عامل ثلاث مجاميع قبلها. انت عامل ثلاث مجاميع قبل دي؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا محمد. وانت بتعمل تمرين عادي زي اصحابك عادي؟ عادي. طب بتحس بتعب امتى؟ بحس بتعب ما يعني. انت عملت دي كام دوره؟ دي ثلاث مرات. دي الرابعه بقى. دي الرابعه؟ دي الرابعه. بدات تحس بالتعب في الرابعه؟ تمام. واصحابك بيعملوها كم مره؟ كلنا زي بعضنا بنعملها زي بعضنا، والكابتن بيقول لنا ريحوا. الكابتن بيقول لكم تريحوا. احنا نخلي ده كده عشان نوريه للناس.
والله محمد انا يعني ما شاء الله عليك. احنا انا قلت لكم قبل كده يا جماعه ان احنا مش مسرعين الفيديو، لو تفتكروا الكلام هو فعلا دي سرعه محمد ما شاء الله، يعني ربنا يحميك. ودي ثالث مجموعه تعملها؟ دي رابعه. الرابعه. انت واقف لي على واحده يا محمد، خلي بالك مش هينفع كده، احنا بلديات زي بعض. ماشي. ربنا يخليك يا رب.